السلام عليكم. اقول لكم فكرة حلوة، انا فكرة حلوة موبايلاتكم وانا اصور. طبعا دي مش المره الاولى، دايما باجي وبيبقى شرف كبير ليا. مهرجان موازين مهرجان مغربي عالمي كبير وبيجمع ثقافات من العالم كله، ودي حاجه تحسب للمهرجان وشرف ليا كبير. والله اقدم الاغاني الجديده والقديمه، وفي اغنيه مغربي بتحبوها كلكم ان شاء الله هغنيها النهارده. ولا خليها مفاجاه. وفي يعني بسمة عملت زي كده في التاتش المغربي، فان شاء الله هطلع بيه.